الفرنسي اللي هو اكثر عمله تستخدم في موريتانيا على مدى عقود طويله. وبعد هذا هناك تحكي تاريخ الفرنك الغرب افريقي المراحل اللي مر بها من 1919 حتى 1972، بعدها 73 اللي تم انشاء لوقيه اللي هي هناك الزهر. هذا القانون اللي انتشت به لوقيه 1973 هذه اول اوراق من لوقيه في 800 200 والفوقيه وعدت 73 ودرنا عليها طابع بريدي هون يتكلم عن الكسوف 73 كان مكتوب عليه سعره بالفرنك الفرنسي والسنه الاخرى نفس الطابع نخط على الفرنك الفرنسي ودات عليه سعره بلوقيه في 100 لوقيه مع 73 السنوات اللي صارت فيهم كامله ولين التالي وعدت 2015 من 100 ومن 500 اول 500 خاص 1979 الين التالي وعدل 2013 الفضة عندنا انرجي جديدة وتستعمل تنهرد عندنا عاد مادات مراجعة للسوق تنهرد سابق الطحين اللي هون كان فترة بين الطحين ولابد من تنهرد ياك مادات تراجع للسوق هذا فيه نحاس فيه امبلاج اللي يجي فيه يجي على كبسول ولا رول يجي له بتاكل ويجي له سنادي هاي الفريقة امبلاج خمس 73 ومازالت هي الخالق يشوفهم خالة وكل كل فريقة فيها 20 مخرج توزن 35 كيلو ومازالت خالة هذا ينقال له مول هو اللي يعد منه الفضاء عليه فئات شوف هذه 100 وقية نحاسة قال ما قد خاوت كان اقتراح ولا خاط ردود اخرى كل فيها ضمن نحاستها تمولة خاصة كونترول شو للتزوير ديك مكينة بالنسبة لفضة الدفيز وهذه بالنسبة للوقية اي مجموع كمية من الفضة فيها بية مزورة اللي يتوخى عليها الضوء طول اللي عليك بية مزورة